أهلا بكم مشاهدينا. على عكس ما قد يعتقده البعض، أحيانا تكون القصة واحدة لكنها تروى بطرق مختلفة. في بعض البلدان مثلا يعرف الشتاء برفيق الليالي الحالمة، ويعتبر أهلها أنه يبقى منقوصا بدون أمطار، بل وبدون زيارة سعيدة من الزائر الأبيض من الثلوج، زيارة فرح يلهو معها الأطفال ويبتهج لها الكبار. لكن هذه الزيارة ليست سعيدة أبدا في بلدان أخرى قريبة غير بعيدة عنا، في مخيمات اللاجئين في سوريا وجوارها. هناك حيث تكون بمثابة امتحان صعب يختبر قدرة البقاء على قيد الحياة، بل بلا مقومات. هناك حيث لا جدوى من الاحتماء في خيمة متهالكة إن قرصك الشعور بالبرد. نحو 1,700,000 شخص على الأقل يعيشون بمخيمات النزوح في سوريا وجوارها وفق الإحصاء الأممي، تتضاعف معاناتهم مع هذه الزيارة، حتى لا يبقى من مواد الإغاثة الضرورية على قلتها أي معنى لمقاومة البرد الذي ينهش في عظام الأطفال والكبار منذ تسلل إلى خيامهم على مدى شهرين. وحده السكن المؤثث هو ما قد يقدم المعنى لهذه المقاومة، وهو ما تقدمه الآن بالفعل العديد من المبادرات الشعبية لبناء وحدات سكنية عاجلة لإخراج اللاجئين من مستنقع الخيام. فيما يبقى الجواب عن هذا المعنى معيبا وفاضحا بالنسبة لحكومات الأشقاء وكل ما ينتمي إلى المجتمع الدولي الرسمي. حكاية الزائر الأبيض ومعاناة اللاجئين في متابعتنا بقصة اليوم. مشاهدينا ابقوا معنا.